اسمها وين بي بي اس كصعدة حافظ دي سلية سومالي دعان كاي كوتا هاي مقالة نيروبي وحاو نقون دونا ميد وحكا بدلا قناع سيغا ينولوشا حافظ دي سلية دقم دا اي كوتا لكا منكوشي قودهان مقالة نيروبي ودن كينيا ايه قودهان با قبلك اسمها المركز يابك لدول لو ايغو واد اسمها وقو وين مولكا اما بلغة دوكان سدو كوية لقارة دا افريكا ان اسمعني وحاو نقون دونا سيدي مقالة يروكالي سيدي انجينير ردو اي تلمامين وحاو نقون دونا ميدا كشغايا نيلا توبان كنوقف مركد اسمي يسو دمادو هران تساند كي نوغسو ادن لبادا كون اي صدحية لباتنكا ان واحد كيلي دونتا دوكان مدي غناعسيغا او كون كبادن ويا لدورا مساج داي كنت كان كلام مركي والبا الا لبا كن وقف المخايري عنتدا او كلا دوان او اادو تربضان اسمها وحكول اللي دونا مركو دمادو هدي الله يراهدو ان متكمل السوبر ماركت دو قوة وين ودن كان كيليا كويا لا كافور لو يقانو وحكول اللي دونا ماليه اي كو مددالنا ين اما اي كو عياريين عرهورتا يددك واوين با وحكول اللي دونا بانان كو ودن كان كيليا قوة وين وحكول اللي دونا شركة دي حوالدها صومالي دا ان اي وحكستا او اذيقا او قفكو باهيهي ان نيل وحو كميديا هي خبره حق دسمياشا ka shaqeynaya dhismahan aadka weyn ee laga dukaansan doono ee lagu mustareexi doono ee BBS ee nil waxa uu ka soo shaqeeyay wadamo fara badan oo caalamka oo dhismayaal waaweyn oo laga dukaansan laga sameeyay ama moolal ee nil waxa uu dhashay wadanka Philippines nil yes how do you rate this project compared to the other ones that you were involved This project is a very unique project in itself compared to the projects that I have before. Waxa uu yiri mashruucani waa mid la tilmaamay isaga oo gaara marka loo eego buuxa mashruucyada kale ee aan hore uga soo shaqeeyay. Mashruuc sidan oo kale oo Caribbean-ka aanu ka sameeynay oo mool ah buu yiri. Kani aad buu uga duwan yahay. Waanu ka wanaagsan yahay marka ay timaado sida loo naqshadeeyay. waxaan la doonayaa buurin moolkani uu noqdo sida kuwa ku yaala Dubai oo kale waxaan weydiiyay inta wadan ay uu ka soo sameeyay mashruuc la mid ah moolka BBS ee imika dhismihiisa uu gabagabada ku dhow yahay ee ka socda magaalada Nairobi waxaan uu ii sheegay inuu ka soo shaqeeyay oo uu ka soo qayb qaatay mashruuc sida oo kale oo laga sameeyay wadanka Caribbean-ka ku yaala ee Trinidad iyo Tobago iyo magaalada Mexico City iyada dabcan wadanka uu dhashay Philippines
هذا آه يرجع فرحسنا هيبويدي مركي لا يجوا مرتقى هذاي إن المشروع عنك غيب قاتو وحكر يسمول كبي بي إس إسوع أبويدي مدلوا فاني كرا أن محي الدين إبراهيم وحوي معمولها مشروع اسمها مول كان بي بي إس باسمه سوق الصعدة أن حافظ يسلي أن محي الدينه بليش راح أن اسمها حكومي أن اسمها وحوي مول عالمية أو ميكست يوز ديفلوبمنت هان سوق كان أي ريتيل مودرن ريتيل فاشن أريا يو سوق سوق وحاوي تكامهان أو سومالي ذا كشقيسة وجملة ذا يكوى جارهان ريتيل عادية مركو حان سكو كاني لوا سيستم أو هايبريد كو وحاوي مودرن ريتيل إن كونوا نومول سوق هل ميل أو سانا مترت مجال ذا يوتن كان ذا يو جارهان في جون كإيست أفريقيا لكن اسمها رواد اسم عجيبة إن إما كم بدو أفر سمراء ستة سنة ده. إما كم دو صدق سمراء أبو سعودي لون بلد كتب على الرتين يعني وده ما أضع اسمه اسم حاجة لي إن وحان ليه كرنا اسم أهان إن هرت وحاو توقف ديا بقول 176,000 square meters construction area واضح إن بقول مش أقوين واي رجيم كان construction wise إن وحان كلام هنا the lettable space أقوين over 300,000 square feet. صدق بقول أو كن أو square feet. أو retail only. Retail. أو أصلاً خلوه كلا عشان يجي دكان ماذا؟ ما دكان ما كم تشتوى more than retail. مش أن تاجنا أو كلا وفاس فلو. هاها. مش أن خاو تلقل نيجي تكان brands كوا وين كا. قرطاي. ها مركا تبتاس أن كوشة 300,000 square feet كا وحواي only two levels. كوا كلا نوحواي 1,000 shop أ كما أو سوق أ انتاس بعض شيء وتكامها أو جملة الصومالية ده. اسمها إلا أنت ولا بلابي. إم سقف بكش غيني بيدين. حان وحان هاينا كمبنيان أول مسكودة ولحدن. لحدن كمبني. ها. طور اسمها. ها. وحق ذيك الكلمة ده وده مالي. إن بدي وحوي ودن كان بكش غيان إن كينيا قارنا واجي بده هيك مالن قارنا تشاينا هيك مالن متى وحوي سبيشاليزد سيرفيسز بقار سوبيان لكن بدي وحاوي دت ودن كتشخي لكن وحلاقي شركات كذا إلا يوروب أو إنجليز كا إلا ودمد إيشيا إلا ساوث أفريكا إن كمبنية دو دي بسمع لك غير قادم يعني وحكم دا شركة ساوث أفريكا نحو قصو بسوساين إتكاس سو مركا وصحصا شيء سواي شركة ساوث أفريكا باكتا قصو بني سوساين إتكاس إيوي فايندي إن شركة ذاك على يوروب نهات الليبتياشن هو يوروبين وحاوي شركة دو يوروبين أواي كالشين لا مكا وصح صح شيء سوى تويلت كوكريشن ان مسقولها ان وحاوي لحبقول سدح بقول يو لحدا مسقول بقول سدح بقول يو لحدا مسقول بقول يلا اسلام بي بي ها ان علاقه الجشن وعلاب ومحلها هي هاي اند فينيش سانيتري فيكس كاسكا وحاوي علاب لقى كان هذا اسبين يوروبا لقى كان علاقه الجشن ان و 5 ستار علاب و 5 ستار هوتيل لوكال ان محيدينو انجينير بيدينا ان شاء الله مره نسكو دينا اسمها دح لغايو صح وابا كود دالي ذا مركا لا اسكو دارو انتا ميلو دي لوغو تلقى لي دب كوين مران سيدا هالكا لوكالي مسافة بنت لك بين نقوم ايان ان واتوان كيلومتر با لمي تاينا سعوتيد حداد كسو بلاو ذكور الى خوص مركا تكتيد بيس ميكا وحي لمي تاي ادي وسعوتي توان كيلومتر و ديستانس احانا marka marka dhismaha BBS ka adeegaysan macnaheedu waxa weeye inaad jimicsiga sameeyaysid sida max exercise oo ila 10 km aad lugaynaysid ha sax sax injineer Edin aad iyo aad baad mahadsan tahay thank you so much thank you my name is Bernard Mandere I am a project director for this project what that means is that I represent the interests of the developer as Bernard Mandere waxana haybu idaagaasimaha dhismaha mashruucan
waxaana shaqadeedu tahay buu yiri in aan la socdo dhamaan ba hawlaha ay qabanayaan qaybaha kala duwan ee mashruucan ku hawlan waxa weydiiyey waxa mashruucan uga dhigan yahay magaalada Nairobi iyo waddanka Kenya iyo guud ahaan gobolka waxaana weydiiyey waa su'aal aad iyo aad wanaagsan mashruucan moolka BBS waxa uu bedelayaa buu yiri gabi ahaanba sida ganacsiga loo sameyn jiray isbeddelkaasina kuma koobno oo kaliya buu yiri mid ku imanaya xaafadda Isli ama magaalada Nairobi ee waxa uu bedelayaa buu yiri sida ganacsiga looga sameyn jiray guud ahaanba bariga Afrika iyo waliba bartamaha waxa uu yiri markaad halkan timaado waxaad helaysaa alaabadii aad doonaysay ee aad iibsanaysay waxaad helaysaa waxyaabaha aad ku madadaalanaysay waxaad ka helaysaa buu yiri goobtii aad ku cibaadeysan lahayd oo masaajidkiya kaasoo markii walba ay ku tukan karayaan ilaa 2000 oo qofi meelihii aad wax ka cuni lahayd oo aad u wanaagsan baananka iyo xawaaladihii iyo wax kasta oo aad u baahan kartid waxaad ka helaysaa buu yiri moolka BBS marka uu dhamaadana waxa uu noqon doonaa buu yiri mid xitaa kaba weyn oo ka xaraka badan magaalooyinka yaryar ee waddanka Kenya qaarkood haddii aan tusaale kaasiiyo buu yiri waxa saacaddii walba soo geli karaya ilaa 1600 oo gaari waxaana moolka BBS ka shaqeyn doona buu yiri ilaa 10,000 oo qof oo rasmi ahaan uga shaqeyn doona oo maalin walba halkaasi uu soo kalihi doona marka la isku wada daro dadka gawaarida ku iman doona iyo kuwa lugaynaya moolka BBS waxa maalintiiba soo booqan kara ilaa 150,000 oo qof Yes, my name is John Newman. I work for Mace Weimar. We're the project management consultant for the Business Bay Square project. We act as the contract administrator as well as the project management. Marka waxaan soo booqday buu yiri moolasha waaweyn ee ku yaala Nairobi iyo gobolkaba. Waxaan arkay buu yiri in marka aad booqato moolasha waaweyn ay wada maran yihiin. Sababtuna waxa weeye buu yiri dhamaantood waxa ku yaala dukaamo isku wada mid ah oo alaabo isku wada midna iibinaya. Waxaana badankoodu ku yaalaan buu yiri xaafadaha duleedka magaalada Nairobi oo ma aha meelo ku habboon annagu waxaanu kaga duwanahay buu yiri waxaanu ku naalaa halka laga galo xaafadda Isli waana xaafad ay dadku aad ugu badan yihiin waxaana yimaada buu yiri dad aad u tiro badan oo fursado ganacsi raadinaya oo wax iibinaya amaba wax iibsanaya dabaqa dhulka ku yaalla iyo ka dhulka hoos ugu jira ee loo yaqaano lower ground-ka waxa ku yaalla buu yiri dukaamadii yaryaraa ee bulshada xaafaddaasi ama magaalada Nairobi ba ay lahaayeen taasina ma aha buu yiri mid hore meel laba looga sameeyey maran John Newman weydiiyey shaqaabuurka iyo kaalinta ay ka qaateen dhismahan moolka weyn ee BBS ayaa waxa uu ii sheegay in dhismahan aadka u weyn ee moolka ay ka shaqeynayaan ugu yaraantii 15 shirkadood oo kala duwan oo ay qaarkood ilaa bilowgiiba ka shaqeynayeen xildhibaan Yuusuf Xasan waxa weeye xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamankuuji oo Isliina ay ka mid tahay waana halka moolka BBS dhismihiisu imika uu ka socdo xildhibaan maxaa ugu weynee moolkan uu ku soo kordhinaya bay kula tahay haddana Isli Kamankuuji Nairobi iyo guud ahaanba Kenya wax weyn buu ku soo kordhinayaa isbeddel aad u ballaaran buu keenayaa xagga dadku sida ay u socdaan sida ay u baxaan sida ay wax u iibsadaan sida ay u kulmaan waayo berigii horeeto meeshan ganacsi weyn bay lahaan jirtay looga yimaada Afrikada bari oo dhan laakiin waa tukaanle yar yar oo mid u dharka iibiyo mid wax kale u iibiyo laakiin waa markii ugu horeysay ee mall sidan u weyn oo intaasoo kuno tukaan ay leedahay oo casri ah waqtigan cusub ah qalabkii ugu dambeeyay tukaamadii ugu sarreysay ee magacyada lahaa adduunka ay isugu imanayaan marka wax weyn buu xagga bulshada nolosha dhaqaalaha iyo ganacsiga xaafadda ka bedelaya xaafaddan Isliina waxay noqonaysaa meel loo yimaado meelaha kale looga yimaado oo dadka xaafadaha kale u yimaada sababtoo ah berigii hore dadka waxaysta reer magaalka ee reer Isli magaaladay tagi jireen haddii ay saaxiibo la kulmayaan
هداي وحسو إبسنا درسو إبسنا يان هداي سو رجع يان دتك إسلي إمنشري وحياه دت جناسي جوا وين كوشق له دبده كيم لكن ما أنت ماشي المركب فرنت مول كمركب فرنت إسلي وحين قونا سمول ملو سهرتو لوي ما تو ملا إسكو تصويره ملا جو فانو ملا جو شيرو أو لجو بلامو مركا رنتي أد إي أد بوجهة إسلي يوجهة كمكوجي وبدلها هي نيروبي بقى حاجة دقارة يشقون كمركب إنه يجنو محوجو إنه وصابيرنا يا بكلت تبغو حويان دتك أبو وحيب سشبدا نيروبي كينيا ودتك سوامالنا ننك تلفون كأسو يبسنايا ننك بابور كي يقود بي يبسنايا ننك دارك أوح في عن كوح الرغوانايا قبضها وحيكو ترتمايا دارك يقود بي مدى قبطة إيا دهب كي إيو نلوش ماركا دادكا صوران لعقاها اي دبادة جينا يين اي وقتيا اي دبادة جينا يين حافدو دا اي كو استعمالايا حالكا اللي اسكو أركايا إيمنكا إسلي وحويا ميل لوغوي ما دقنعسيقا خوصيا لكن سنه كدنب ما شي مركه فرانتو وحين نقونيسا ميل عصفيو دونكو كلاده ترتميسو لو سو داوش تيغيو دادكو مركه اركان وها وناغسان اندهودا ديقنا وي كو ديانايا داريها دنبو لا ديسايو وي كفيعنان دوران كو مانتا جيرا سببتو مالينبا دادكو بنادو كو هورمر بي سميا اللي يوسف حسن ادي ادبه حسن هذا هو قياس كريشان اسمها إنترليك بي بي اس إنتاج الدكان في إيران إلا كون إلا بقول الدكان كشقين يعني لا تبان كنا قف مال والبا وحول بحرية بيا دو ترابلن يكون تدي يوحي به كلا يعني لو جمر مينين مول كسيد أو كلا إنجيل مصطفى محمد حسن وحول قابل سي حق بيها يكون تدا يولي بحيا بكلا انجل مصطفى اد بكو سلام يا ولد سدو هاكل مكان جوغرام حيتي اصلان هلكن حتى انتاغنه waxa weeyaan meeshaan ilaano bam roomka ha ha halkan waxa yaala urti waa qalbiga mall wey mall kuna hadii jeerde waxa laga yimaado structure ka iyo dhismaha guud ha ha waxa kale waxa la ila services wey waxa tan adeeg lahayn هاوش مسعى لسه ده بول كو خستا هاني او سكيلة طريق الفوف هاي 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 وكا بحوي هالكا ينونك تشوغنا واحي وابامروم وهالكا بيها اللوغة قيبية مولك مركا بيها وحالو استعمالا وبيه العباي وكوي لو استعمالي وحكارينتا يو استعمالات ككالة واتو يو كوي هدي الهي مكانة وميشن طب كدشو وغو بختي الله ولد اقالمي لها مركا بحا شكتا انك ميشن انتاقين هاي هدي هذا waxay nuugu rakiiban taagiyo way wa taagiyadii biyaha kaydinayay moolkuna wuxuu leeyahay capacity 600 iyo 20 kun oo litir 600 iyo 20 kun oo litir capacity ku dhow inay kaydu noqdaan inay kaydu noqdaan way marka isliye dhan buu waraabin karaa isliye xaafad badan buu ay waraabin karaa oo ku filan karaa way ka waxaanu eegayna salaan oo kale hadii ee migaada biya laan ka dhacdo kale haa haa ugu yaraan iswadi karno bil anagoo wax biya oo dheeraada dibadda aan ka heli in jira musafo marka biyaha kuwi magaalada balla wadaagaysan si qaar idin gaara leed asalaan waxaan sameeyay waxa weeye filwas koob tahay Africa iyo Nairobi challenge ka biyo iyo connection ka caadiga laga helo dawladda in uu supply gaar ahaan marka qaar ku daano waa haynin isku halayn karo haa marka laga yaabo weekii 2-3 jeer aad hesho maalmaha kalena ay maqnaadaan marka waxa uu ku daynay si aanu helo reliability isku halayn inaanu ku dowladana soo qaadano waxaanu ku kabnay 3 ceel oo qodan oo idin ka idin ka oo u gaara moolka marka waxaan arki kartaa inuu tusaale ahaan oo kale tankiga halka yaala haa haa 3 bayba galaya marka pipes tani waxay ka yimaadeen ceelashi way kuma shaqeynayaa miya ha biyaan ka istimaalno ku eelash way marka biyo marka halkan soo galaan eelka laga soo saaro
وحال مارين تانكيين السوقي مانايا تانكيين مكي السوقي مادان وحاي أسوق بيان فلتريشن بلانت مشيت نيار والله يقول فلتريشن بلانت وتلقو نديفيني اللي هو نديفيني واي كدب هالك مركي كسوا بحضو وحال السي مارينايا مشيت نكالو يوضن على دو آرو بلانت وريباس أسموسيس وينم حق ونايسا وبيه إلى سي سي في أي سي سي فينا ساحتنا سيئو نغول كران بيه لعبي كارو سالحان أو كلي موقع هذا الشوط مبهني بيو يلا يمسك بيه لعب بيه بيهني يقوى تبان كيف سدسو بطل كا عيده كتيرة يقواني واسكتيو طبعا هو قلت الله كلا جدك موقع كتيرة الجوعة إيه حتى مسؤولها سوليا ده مسؤولها مركا الجوعة هي مركا مقاهي فدان فديان كسبرة عادي جيلو فرحان عيو كمان لو دكان عيو أي بيه كعبي كرا tan kale imi kaan ku suganay waxa weeyaa halka laga maamulayo ama imi ka laga maamulo korontada moolkan BBS engineer Mustafa in korontada ma idin kaale mise waa tii dawladda asalano halka waxaan hayna system la dhaho hybrid system waa system isku sidkan macnaheedu waxa weey hadii aad qolkan eegto halkan waxa yaala metering panel oo waxa iska leh Kenya Power dawladda iska leh marka halkani waa halka aan kula wareegno korontada oo aan kaga wareegno systemka dawladda marka halkan wixii ka dambeeya korontada ka maamulaya waxa iska leh haa haa ee molka way iyo isma waxa kala jira mtaxana system afar generatorada four generators mid kiba waqtiga siyaasha state bowl iyo konton kv oo u dhigan tamatxana adu wax ku dhaw 4 megawatt oo hadii marka haysataan Kenya Power korontadeedii maxay uga baahan tahay generator gaar ah absalaan waxa ugu muhiimsan ee halkan aan eegana wax la dhaho system reliability in korontadii meesha taali ee moolku u lahaa ay tahay mid la isku halayn karo marka qaar kale wax laga yaabaa in kow systemka dawladda ee korontadu aad u jaban yahay qiimo ahaan capacity ahaan aad u yar punta marka laga hadlayo reliability Kenya waa meelaha ugu fiican Afrika oo korontada la isku halayn karo laakiin marka qaar ka wax laga yaabaa in uu systemka si la dambiyo si ku talagal ah ama si aan ku talagal ahayn ku talagalku waxa weeye madaxana marka qaar ka systemku muddo shaqeeyo waxa loo baahan yahay yara baqtiyo la yara dambiyo si looga shaqeeyo oo loo maintain gareeyo marka saacado kooban ay korontadu maqnaataa marka saacadaha kooban ay korontada dawladdu maqnaanayso inay ila ku maqnaanin de aanu dee moolka iyo si waru bila koronto ahaan oo bila dabaan u ahaanin marka sababta ugu weyn ee generatoradan u haysana waxa weeye muddada ama marka marka qaar kood ay korontadu ay dhibaato soo gaadho dabaylo way ma taqaan wax yeelan oo kale ama u fault oo khalad nidaamka soo dhex galo ee u demo ila heli karo system oo si wada karo moob way korontadii Kenya Power marka halkan kula wareegtaan halkan kula wareegtaa marka halkan marka kula wareegno waxa soo gelaysa panelkan marka halkani waa xuduuda system ka moobo maamulayo iyo inta u dhaxaysa Kenya Power marka Kenya Power cable kogu marka ka yimaada metering panel halkan uu imanayaa marka anigu halkan marka kula wareegno halkan waxa ka bilaabmaysa in systemka korontada moolka qaybinteedii la bilaabo marka halkan markay marayso korontadii laban u kala jibinayna marka systemka power kan isticmaalana 40 iyo 11 kV waa 12,000 oo volt kob iyo 12,000 oo volt way kuntide nidaamka caadiga ee guryaheena iyo maqaayadaha iyo machineries kala jibinayna waa 4,000 ama 2,400 halkan waa kob iyo 12,000 oo volt marka halkan markay soo gasho halkan ay ka soo baxdo laba local jibinaya labada transformer ay kala galeeyaan oo la dhaho Drakes transformer mid kiba awoodiisu iyo capacity-su waa 2 megawatt marka isu geeyo 4 megawatt oo hadii la isticmaalo power factor 1 ah ama waa power u dhigma isu geeyin 4 megawatt wana imisane meelaha qaar ku magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida iyo meelaha qaar ku dhow system-kan ka awood badan yahayba marka la soco halka marka uu soo gasho korontadu waa 11 kV ama 12,000 marka 12,000 system key mark isticmaalkiisa lagu basi deyn karo waa alaabta badanka meesha taala ma aha alaab qaadi karta 12,000 oo volt
marka waa in korontadi step down lagu sameeyo soo dejiya oo laga dhiga 415 ama 414 si machineries ki yaalaabihi dadka uga faa'iideysan karaan marka halkana waa lagu soo dejiya marka halka waxa noqonaysa korontadi wax loo bedelay korontadi la isticmaali karaa ee 415 iyo turn down 40 ee noqonaysa marka walaal baan transfer baa shaqada qaabilsan labada marka ka soo baxaan waxay isugu imanayaan labadan machine ee la yiraahdo AVR automatic voltage regulator هذا شيء رواد مقشان فيليا دت بدن وقع عبنا يولي ما تخانا فريج كيجي هاي هاي مكاوية ضيدي أما وقرح رأي وحي يقوي لايك أما طبا يقوي وحالا هاد قبشة لكيني وحوية مركا قاتل وحلقة يابا إن سيستم كولي وحلقة روحو يعني فولتج ساتش أما باور فلكتويشن مركا فولتج كوي حوي حد يقوي باهناي حد كبدن بمشي سوق لي ها ها أيا لقى مركا قاركود إنه سيستم كسور دحكو marka labadan mishiin waxay qaabilsan yihiin in system voltage key ay ku ilaaliyaan meeshii lagu talagalay haduu aad uga sare marar waxa uu soo celinayaa normal key meeshii caadiga ahayd haduu ka hoos marayo sare uu soo qaadaya marka waa halka regulation lagu sameeyo waa halka korontada moolka loogu sii qaybiyo ee client kale duwan iyo leefada kale duwan ee mool ay korontada ka helaan en engineer mustafa en hadii su'aal kale aan ku weydiiyo waxaan soo aragnay halkii generatorradu ay yaaleen iyo halkii korontada Kenyan Power ay kula wareegayseen iyo sida loo habeeyo korontada moolkan BBS laga heli karaa magaalooyinka Soomaalida marka aad eegto magaalooyin tan lagu bishidi karaa walaal Absalano waxa dad power ka ama awoodda meeshan taala sina uma weyna si weyn way si weyn way tahay marka laga hadlayo de magaalooyinka Soomaaliya haddii aan barbar dhigno ha ha way magaalooyinka Soomaaliya korontada waxaan u isticmaalaa badankeedu waa basics waa in la iftiinsado ha ha ama waxyaalahan TV-yada iyo charging iyo waxyaalaha simple ka loo isticmaalo ha 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 magaalooyinka Soomaaliya badankoodu muli ma hayno yani industrialization ama warshadeyn fara badan oo baaxad leh oo baahan oo koronto badan u baahan koronto badan u baahan marka hadii aanu barbar dhigno magaalooyinka Soomaaliya waxaan aaminsanahay magaalooyin waaweyn oo maanta caan oo Soomaaliya ku yaala waadan koo iyo laba istax ku dhaahdo aad ayaa la yaabtaba inuu moolkani ka awood badan yahay xagga ay markay noqoto korontada aamina xuseen saleeban waxa weeye madaxa kireynta iyo suuqgeynta ee moolka BBS aamina kowr hawsha halkan ka socota moolkan oo moolka Kenya ugu weyn one of the biggest malls in Kenya oo isli ku yaala first floor second floor waxa lagu talagalay baananka iyo the big companies so we have the anchor tenant oo Carrefour the first supermarket in Isli what formal supermarket in Isli but we're one of the first supermarket waxa ku yaala dana moolka LC Waikiki oo mataqaana dukaanka ugu weyn Kenya currently for fashion dharka iibiya soomaa dharka caruurta dumarka raga all that waatay yes and then eateries we have one of the best waxa ku yaala Java Art Cafe CJ waa dhammaan ba makhaayadaha waaweyn caanka ka wadanka Kenya laga cuntay waatay And then banks, we also have the leading banks, Equity Bank, KCB, Kuli, and Mall Kill Suguren. So apart from the retail space, we have again community stalls. Again, we'll give you a good brief about it. Stalls can be used in the Islam. In the Qaib Galan, in the Ganaxi Kusamistan. What Ganaxi is it? Small traders. Kuba Mishterin. Yes, small traders or different things even here. And Merkel is called a mall code. aminaay ama ha noqoto meelaha ay degayaan baaranka iyo makhaayadaha waaweyn shirkadaha waaweyn ama ganacsiyada yaryar aad imi ka sheegayso ha noqoto imisa ganacsi baa halka ka furan kara 1200 plus 1000 oo kosoo maalida lagu talagalay oo small stalls the small unit 200 plus for retail space marka more than 1200 so waa in ka badan 1200 ganacsi ayaa halka soo degaya ajeeb إلا طبعاً كل وقف ما شغالة كان نقولي أنا. أو مالي والبوس وش قتجي؟ عجيب. So it's a game changer for Isli. وما تخنا واحد Isli كده عين this is the first time they're very happy. إني مول ما تخنا so بوقادور إني shopping تقيب جلان بانانكا everything under one roof. وحنا دوين تصينا
goobaha ganacsiga loogu talagalay ee kala duwan ee aamina iyo kooxdeedu ay kireynayaan marka ki aad dooran lahayd adiguna ka dooro een aamina imika waa daba yaqada bisha October een qorshuhuna wuxuu yahay in February 1st hadii la yiraahdo la furo moolka een shaqadii si xoog leh u socota sida la arki karo een ma laga gaarsiinaya inta ma ku diyaar garoobay yes hadda khalas shaqada da socota waxa way finishing touches so just a bit of finishings tenants kara waxay sameeyeen fit-outs hopeful but the quantity sameeyeen kara furo marka la siiyo waxay sameeyeen fit-outs waxa weeye wixii gudaha ay uga baahan yihiin qurxin iyo waxa ayay iyana sii sameynayaan so first quarter of next year waxaan target gareynaynaa first of February marka insha Allah xasku dhigina furmo grand opening inuu sameynayo qaybtani ma kaynu joognaa waxa weeye qaybta loogu talagalay Soomaaha ganacsiyada waaweyn iyo baananka iyo yes corporate companies waa baananka waa food court waa restaurants waa fashion karo kale hadii aan minay aad iyo aad buu weeye marka halka yaa kiraystay halkan waxaa kiraystay bank marka kaga financial zone keena waa qaybta baananka loogu talagalay bank ba qaadatay marka this is part of the retail space so zone kan dhan waxaa weeye financial zone oo marka qaybo ka koobnaanaya miya tusaale ahaan baananka oo kale waa meel meesha makhaayadaha lagu cunteynaya waa meel gooniya meelaha dharka lagu iibinayo shirkadaha waaweyn waa gooni yes and intay lag bay laamka aaminay la kareystay marka space ka retail ka waxaan laga qaatay up to 90% right now so we almost full wax yar banoo hore waa dabaqa koowaad ee moolka BBS yes marka waxaa ku yaala one of the biggest supermarket of Kenya Buwein waxay naga qaateen ilaa 4,000 square feet ilaa 4,000 square feet haa marka waa the first time in Islii maadan oo marka ugu horeysa in Islii maadan Carrefour supermarket sax haa first floor baan siinay first floor waxaa weye retailers waa meesha mataqana dukaamada shopping ka ugu badan marka this is the space aan siinay hadda halkan marka waa part of the first floor qayb weyn bay naga qaateen oo first floor ah qaybta kalena waa fashion iyo aamina waxaan jeclay inaan ku weydiiyo kale maadaama saad sheegtay Carrefour oo kale ama kambaniyo fara badan oo BBS soo degaya aanay hore Islii u joogin Islii macnaha intee leg bay taas u leedahay waxay u soo kordhinaysaa Islii waxay u soo kordhinaysaa waa mataqaana meel wax walba laga gaban karo Islii waxay leeyihin dukaamadan yareer oo raashinka gada ma laha formal supermarket waa supermarket oo weyn oo wax walba ka hen karaan badana waxay tagaan magaalooyinka kale mise meelaha kale sida Westlands iyo Lavington inay ka adeegsadaan markay supermarket xaafadaha kale ka soo adeegtaan markay rabaan supermarket weyn laakiin imika wixii waa Islii iyo BBS aamina aad iyo aad baad umahadsantay thank you very much imikana waxaan ku sugannahay qayb kale ama dabaq kale oo ka mid a moolka weyn ee BBS Saciid Haashim Cali waxa uu isaguna ka mid yahay qaybta kiraynta iyo suuqeynta moolka BBS Saciid qaybihii sare waan soo aragnay ee loogu talagalay ganacsiyada waaweyn iyo baananka iyo waxyaabaha la midka ah halkan imikaynu joognaa maxay kaga duwan tahay cabdisanaa halkani waxay kaga duwan tahay qaybtii aan soo aragnay waa suuqa jumlada iyo tafaariiqda oo retail iyo wholesale loo kala yaqaano waxaan leenahay laba suuq mid waa G ama grand floor sida loo yaqaano midna waa basement ama underground sida loo yaqaano ayadana way jirtaa intaasa waxaa loo sii qeybiyey ilaa shan suuq midkiiba halkani aan joogno hadda waa suuqa electronica dhinacan gadaasheeda waxaa jira suuqa lagu iibiyo carpetka rogaga iyo daahyada
waxa ku sii xigaya suuqii fashionka waxa ku sii xigaya suuqii antiga doona asagana oo jewelryga oo suuqii dablaha iyo exchange-ga oo ma taqaana ah yaacni mid aad hormarsan way aan abdullahi aad bay meesha u intahay waxa jira suuqii cosmetics ayaa jira asagana waxaan meesha ka marnay suudadkii iyo ma taqaana khamiisadii oo noocyadooda kala duwan ayaga marka insha Allah bal haddii dukaamada qaar kooda ma eegno waayahay سيدة ومركا ما دام كان عصير هل كان دقيا أي كي يريهين كوي حق سرائن كسوارقنا مركا دي قيمه هو كتشبيني سوما ها عبد السلام قيمه هو أوكي جبيني هين تكون هو تكون عالمي أو سوقي ذا كلمان كوي نهاي انت بدن سايس كيس هو ميد واسع أحكم نقاد أقدر إلا عشان متر يو سنتيال هاي هاي بفك ستوري يو كوكا سميسان كريا روحي هذا اسبحين كران ستوريج كوان هنا أستغنى بغهرك وراكو يالا ما دام الدكان كان نمبركود أت تربيه وحلو بعد إن بقرر له له تصل نمبرك عن هينو أما دام الدكان كان نمبركود أكله وكم لقود دري وحاسس راعية إلا كون الله بقوله كله هاي وين وحاسس رأيك مركا إن قريب تم إمك دبقة نحن نشوفنا كله أو كيدول ككوي عليه إمس الدكان بقى ويعلم إياه إلا يشم بقول أيه كتال عبد السلام هل كاني شم بقول الدكان الدكان وين أو الدكان كي تفارق له أن إيه قلدو ذو مركها ما إسكو هذا إمبا ما إسكو هذا عبر با مسوى سيكل الدوين أن أنت بدن وإسكو هذا عبر وأيوه ماشان واحد إس إنجنيير عالمي أه أن ودوين كأمبا أكل دوين وإسكو هذا سايس تقول مك أنت بدن أن إما كوا حنا كسي سعرنا أنا جاي سعيد قريب تجار كون نقول دون تا ذهب كا أما ذهب ليشة أن لكن واحد إن شاء الله إن المرك له حصة أن سيدي بلوغي برنامج كاكو سواركتين مالها اللي دحمرية مول كوكوية اللي مركا اللي اسكو دبقبتو وحي نغوني يعني لا توبن كيلومتر مركا ما هون قفكي انو اما قرعسي هل كان كسامين ايو او كيبسان ايو اما مخايدة هبو وحكعون ايو اما ادهيه دكالي شركة ايات كوفراها بادن له واستعمال ايو لكن وحماشي كوشرتا قفك مركو يساهم مول كوالمر وقف لقوية توبن كيلومتر مركز عيدو ده شبع سنة وكتيرة سوما يا سلام واثلا شيء عبد السلام هاي هاي شبع سنة وكتيرة ماشوا قاعد بيقولين تهي لما كلا جاري كرايو إن كسكو هالدواء جناع سيادة لياب كله وسو كردين يمول كان بي بي إس كوي على مجال ده نيروبي قارهان حافظ إنسلي وحكوا مول كان هالدواء ويعلن يا تلمام الله مدة تلمام إلا يهين إن مولش عشايبته ee duuyada ku yaala meelo kamida ee intii nalaga yaabay in Dubai ay booqdeen moolasha Dubai ugu caansan tilmaama ay leeyahay qaar lamida buu yaalanaya waxa kamida Saciido in Absalom waxa kamida in aan leena Expo Center ee meesha carwada bandhiga waxaan ka soo horjeeday bandhigyada ganacsiga halkii lagu sameeyay caalamiga way in waxa ka soo horjeeday biyihi in waterfalltiga aha oo aad u dheer la derbiga fortiga oo meel biyo dhaca oo biyo xagga sareynta ka soo dhacaan ay hoosta imanaya waasida waasida aad u qurux badan meeshan ma laga rabo business kaliyad waxa laga rabaa dalxiis ayaa ku jira haa haa goob dalxiis business kana horumar weyn looga sameyn doona insha Allah ياسين حاج حسين وحاو كمي دي هاي مدحضة مشروع بي بي اس مول كوين لغاقل السيو حافد دي إسلي مقالة نيروبي ياسين ان إسلي وحاي عان كنت هاي دينا غناع سيغا ووحا لغاي ما دا باريغا إيو برتما أفريكا ودامفر بدنو كويالا ان محو تاك بدلايا غناع سيغ إسلي غناع سيغ إسلي وارونتا وإسلي وميلاها غناع سيغا تاركت كولي لكن waxaan dhigi karnaa xilligi hore isli meel isku raran ganacsigeeda ayay ahayd oo ciriiri aad u ah oo dhigi karnaa qofka markuu dhaxmarayo suuqta asaga isku mashquulsan yahay jeebkiisa ilaalinaya iyo maxaa dhici kara marka hadda waxaan dhigi karnaa iyo baabuurku meesha u dhigan lahaa safety-giisa yani ganacsi wax ugu weyn oo laga fiiriyo waa dhinaca safety-ga marka waxaan dhigi karnaa waa meel oo amaan ah
وقفكم كفي كرين وحاس أد بحد أولى أو محلي رها ريلي قفكم ده عنده كرنا وحوي أسوق فرحسن أما عبسي أن هينين يوجنا عسقيس وضنا مركو عنده كرنا دتك جنا عسنا إيو دتك إمانة معامل كمانة كل فائدة وفائدة وين أيه وتح وحنو ملاينا يانا يمكو واحد بدل كفانتين مولاشو واوين بي بي اس وكرا ديو رساو شقيان قيب تنوى قيب كلا وقاد يقاد يقاد مهيم بوها هولاها مولكا سلانا وكرا انجنال مصطفى أبسلام هل كان محيطة؟ أبسلام هل كان وحنو لنا بيتا سنسا قاياتو بيتا سنسا وانا حروبتا نعم سومالي هو قيب إسكارسين إسكارسين تهاي هاي هو قيب تي فويس كا يو تليفون هذا يو هذا الكا يبي أنه هو قيب تي ديت هذا أما إنترنت كا يو هلا لا حي رودن وحروف كلا جم معمول عليه ما كاوي شقي سامي مكمل كاوي شقي سا وقت دارن وقت جو حسا يا مغلسه ما كلا سو يعني كل هرو ما كشوا هذا سمارت سيتيز ها ها ما كمول كني واي سمارت ميدي واي سمارت واي سمارت مول أوف كان قريب بهدوتش العلم حد وش هذا سمارت وحول با وحاو كشقية يعني إنترنت كشقية وحاو بو أوتوماتيك تنسو دوية كما عندو حيو بتاسو حيماشا أي كسارسة يعني لفاقلكي هاها وقريشن كايو يعني شغالة نور أي آدو بوحد ناي قفة بنيانم كا سيستمكو سا لو بسانجري لو قابي لو تانجوي و سيستم لو ديگا يميسو بسوالي كارو انتو قبعو وأنا أقول لك أن أنا 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 وحاول عيا كي إنترنتك كي إنترنتك كي غازك مركز عارف باكين كذا جو يهم أنا بريبيك أنا بوسبي وهاي باكين سيستم كذا كل سامو في طلقة لينا صوت كي عشان ما العكس يهون أنت كم بحكرته ها ها ما صوت عشان ما كان سكر ما شو في بقول صوت يعكره أو سكر بحكرته لكن سيستم كذا ده ما سيستم أوتوماتيك قاري على مقصود دوا مسك عليه لقي ما نقول ينوع هالك قاري على مقصود دوا كمرة قضاني سا هالك أيوة سو بتبين السؤال لو كلا شان تاين أيوة أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك 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 أن نوع واحد سكالي هذا أميره بانك هني. أما أنا لو أقول سامع صوت لك لكن جوجو إنه الإنترنت كأكسس كرين كرو استعمالي كرو قصد ما هنا ضعيف شو أنا تكلم عن قصة الإنترنت ليش؟ حيث هذا هو لغينا يا. أنا كنت أتكلم لغينا يا باكين كا جاري أي كبير ترى إن الإنترنت اللي كتر. الإنترنت كفو متقنا يعني حواري زادوا سريو معقولة أو سكي وكريسن أو متقنا عن security breach marka macamiisha ay galdeen lacag ay gaba qaadayso Soomaa wa Soomaa oo mool sidoo sidoo wiye hay weeyaa haa 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 taa shopping ka wiimaada in inta ay ma taqaan shop kareysanayaan ma taqaan wuu ku iska yabaasay ciiska iyo qoradoos ay marayaan ya in system ku way wax walba ma taqaan u baahan payment waxaan isku dayeen waa system automatic parking kaaga ina kaarka ku bixin karto impesa ku bixin karto وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أدوات كيو، قبتني مكان نشوفنا وحويه هل تلاقي لا صعنة يو، إن أمان كمول كم بي بي إس،
imisa kamaradood baa ku rakiban Mustafa Absalaan waxa ku rakiban hadda waxa ku xidhnay 400 oo kamaradood 400 oo kamaradood haa weyna waxa rabnaa maaragtay inaan sii kordhino way ana xogaa ku darno marka meel kasto aad maraysa moolka ma loodan kara kamarad ka qaysa soo taagan tahay dukaan kasto meel ku yaala albaab kasto furan ama mid kasto xidhan waa kamarad ba haysa in injineer Mustafa marka taasi maxay kaga duwan tahay in sidii caadiyan isli dadku ay u iman jireen ee ay ugu adeegan jireen salaam oo aan moolka markaa soo gasho ee geedka soo gaadho aan sida caadiga ah lagu soo baado gaadhigaaga ma taqaana la baaday sagana ee soo gaadho meesha moolka laga soo galo parkinga gaadhigu buu halka marayo waxa ku xiran LBR cameras waa kamarado awood u leh in qofka diirawalka ah dadka gawaarida ku dhex jirta iyo number plate kaba in ay qabato oo record gareeso itana gaariga markuu soo galo waa la soconaya kamarada kamarada uu dhiibaysa weela uu ka imanay meesha uu ku tambaysa ee uu parking ka ka gelaayo uu gaariga istaagay halkaan waxa ku xiran waxa la census ba ku xiran census kaasi waxay leeyihiin kamarad baa ku sii dhex jirta waxa uu u leeyahay gaariga halka uu taagan yahay in la socdo la monitor gareeyo taas waxay naga caawinaysaa hadii salaano kale wax ugu yar hadii gaariga halka taagan uu gaari kale ku dhaco kale amma in loo gaado cidii shilka geysatay in loo ogaan karo wax ugu yar dadku markay taasi waa dadka gawaarida wato dadka caadiga ah ee moolka soo galaya imanaya iyo qulud waxay leeyihiin yani security mechanism ay meesha ku soo galayaan wala baaraya waxa jira metal detectors ka wixii biiray qofku si joog ka baaraya waxa jira baggage scanners dadki yani city and halada baggage ska iyo shandada haa haa computer ku sii tamaa kala ku sii wala software iskareenaya wala soo baaraya marka kuwan waxay naga caawinayaan in si 24/7 ah loo monitor gareeyo moolka wax ka socda marka taamarka laga yimaado wax jira iyaguna screen kale halka yaala oo u xil saaran in ay monitor gareeyaan yani critical installation areas yani moolku wuxuu leeyahay meelo critical ah oo muhiim u ah shaqada moor sida meesha impeen soo aragnay meesha korontada data center baan leenno ah meesha internetka moolka laga siiyo si hadii intrusion iyo meesha ma taqaana oo ila loogu talagalin ay soo gasho loo ogaan karo marka koox baad tusaale ahaan halkan fadhiisanaysa oo kamaradaha ay noo kamaradaha la soconaya la soconaya marka shaqada uu qabtaa marka laga yimaado monitoring marka laga yimaado waxa kale uu qabtaa hadii aad eegto halkan waxa ku yaala saddex laba waa kuwa u xilka saaran ama mas'uulka ka ah haddii moolkan uu dab ka dhaco in yani usayran iyo sounda qaylo bixin karo uu dhawaaq sameeyo waa qalabkii loogu digay dhawaaqii loogu digay kan waa halkii laga ogaanayay meesha uu dabkaasi ka bilaabmay yani tukaan nambarka floor ku yaalo dabku siduu yahay si ay u fududeyn karto in jawaabti iyo response ki laga bixin lahaa nooc ay noqonayso marka isaga halkaan lagala socdaa kaas isaguna moolka waxa ku xidhan line gas ah ama pipeline gasiga oo gaasti wax lagu karsanayo oo tangiya waaweyn ba banaanka yaalla xagga dibadda marka moolka la soo galaayo marka meesha laga xukumo gaasta ee lagala socdana waa halka marka waxaan odhanoo system isku rakiban halkaa screen way baa soo socda halkaan ku xidhanno meeshan moolka dhan system kiis uu automate marka Mustafa gudaha kaliya maaha muqaalay imku waxay noo muuqday dabadiya ilaa geedka laga soo galay gartay marka aagoodan waa lala socdaa waxa ka socda marka wax loo oran karaa sooma hadayn si kala u dhigno qofkii markuu adeeganayo ama moolka uu soo booqanayo ama makhaayadaha uu isticmaalayo ama masaajidka ama goobaha kale faraha badan leh ee moolku uu qaybsan yahay wuxuu isku halaynayaa nabadgelyadiisuna sugantahay boqolkiiba boqol intii yani bini aadam awoodo suurtagal ah waxaan isku daynay inaan ka fakarayno securityga injineer Mustafa aad iyo aad baad mahadsantahay mahadsantahay shukran mashruuca aadka u ballaaran haddaba aynu ka sheekeynaynay business bay Square Mall ama BBS sida loo yaqaan inta badan naqshadiisu waa sidan oo kale marka muuqaalkiisu markuu dhamaado sidan ayuu noqonayaa
نكن أضيقة أيها الدبا ديسانك سميجي. My name is Mukase Oscar Monano. I'm the project director of Business Bay Square with over 31 years experience in design and construction and implementation. Mukase Oscar Monano waxaan haybu ila gaasimaha mashruucan waxaan leeyahay khibrad dhan 30 sanadood waan u leeyahay buu naqshadeynta iyo dhismaha dhismayaasha waaweyn ee heerkan oo kala mashruucan BBS waxa uu la mid noqon doonaa buu yiri sida Dubai Mall oo kale amaba Emirates Mall oo ku yaala magaalada Dubai waa moolasha waaweyn ee casriga ah ee ku yaala magaalada Dubai waxaan u noqonayaa buu yiri mid ka tilmaaman bariga iyo bartamaha Afrika.